بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض درس جديد من جيومتري، درس جميل جدا، هو أبليكيشن أون فيكتور، تطبيقات على الفيكتورز. ويبقى إحنا كده إن شاء الله بإذن الله بقى لنا حصتين اتنين جيومتري ونخلص إن شاء الله بإذن الله. هحاول أبندهم لكم في حصة واحدة أو نعمل حصص بسرعة كده نحل مسائل على الكلام الجميل ده كله. طيب نشوف السؤال الاولاني كده، بستخدم الفيكتور في اثباتات، دي اثباتات هندسيه جيومتري يعني، كنا بناخده زمان في اعدادي بنحل المسائل ديت بالبروف. لا النهارده احنا بنثبتها بايه؟ احنا بنثبتها بالفيكتورز. بقول لي ان ذا فيجر اي بي سي دي ذا باراليلوجرام، الشكل اللي قدام حضرتك دوت عباره عن باراليلوجرام، يعني السايد ده باراليل ده والسايد ده باريل ده، مش بعمل علامة الباريل عشان احنا هنشتغل هنا فيكتور. بقول لي اي از ميد بوينت اوف اي بي، هنا اقدر اعمل ميد بوينت ده بيساوي ده، اف ميد بوينت ودي سي. جميل. بروف ذات يوزنج فيكتورز، ذا فيجر دي اي بي اف از ا باريلوجرام. البروف يا جماعه هيكون كالاتي، انا هقول له سينس اي بي سي دي، اي بي سي دي از باراليلوجرام. استنتج من كده ايه من الباراليلوجرام؟ ان ان البي اي بارال سي دي عند ايكوالنس، يعني معناه ان الفيكتور بي اي از ايكوال فيكتور سي دي. ما لما لاين سيجمنت بيساوي لاين سيجمنت وبرل لي، يبقى اكيد الدايركتد سيجمنت ده بيساوي الدايركتد سيجمنت ده، يعني الفيكتور بي اي ايكوال فيكتور سي دي. جميل، سميه دي 1 وارجع اقول له سينس اي ميد بوينت اوف، اي ميد بوينت اوف فيكتور بي اي. هستنتج من كده حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ يبقى ذيرفور ايه بقى؟ فيكتور بي اي ايكوال هاف فيكتور بي اي، سمي لي دي 2. نرجع تاني نقول له سنس تاني الاف ميد بوينت اوف فيكتور سي دي. هستنتج من كده برضو ان الاتي، ان الفيكتور اف دي، مش هقول سي اف، لا اف دي اللي انا بحتاجه بقى، ايكوال هاف فيكتور سي دي، سمي لي دي 3 فروم 1 اند 2 اند 3. انا عندي اثنين فيكتور بيساوي بعض، فيكتور بي اي ايكوال فيكتور سي دي. وبعدين رجعنا قلنا ان الفيكتور بي اي هاف الفيكتور بي اي هاف الفيكتور بي اي، والفيكتور اف دي هاف الفيكتور سي دي، يبقى الهاف والهاف بيساوي بعض، يعني الفيكتور بي اي is equal vector f d. لما فيكتور يساوي فيكتور، شوفوا شكلهم كده عامل ازاي الاثنين فيكتور دول، فيكتور بي اي والفيكتور سي دي، دول الاثنين دول طلعوا ايكوال، هما الاثنين يبقوا عباره عن لاين سيجمنت بارل اند ايكوال. يبقى اذا الفيجر بي اي، يبقى ذيرفور الفيجر دي اي بي اف از باراليلوجرام. جميل جدا. نشوف السؤال اللي بعده. سؤال جميل جدا وسهل كمان ان شاء الله باذن الله، ركزوا معايا فيه مش هاخد مني مجهود خالص، وبيتحل اكتر من طريقه على فكره. بيقول لي A B C D، A B C D is a parallelogram and A B X Y is a parallelogram. Prove that using a vector C X C X X sorry فين C C X Y D is a parallelogram. حلو جدا. أنا هقول له البروف بتاعي خطوتين اتنين، since A B
سي دي باراليلوجرام، يبقى therefore فيكتور سي دي is equal فيكتور بي اي. حد معترض؟ سميها 1 وارجع اقول له سينس فيكتور اي بي اكس واي باراليلوجرام برضه، therefore فيكتور اكس واي is equal فيكتور بي اي. لاحظ ان انا عندي هنا الفيكتور بي اي مشترك في الاثنين، وهقول له فروم 1 اند 2 ذير 4، وكده استنتجنا الناتج خلاص اهو. فروم 1 اند 2 ذير 4 فيكتور سي دي از ايكوال فيكتور اكس واي. فين الفيكتور سي دي؟ اهو از ايكوال فيكتور اكس واي. الله، لما الاثنين فيكتور دول يكونوا بيساوي بعض وهم عاملين شكل كوادري لاترال اهو، يبقى ذير 4 اكس سي دي واي از باراليلوجرام. سؤال سهل جدا وبسيط كمان يا شباب. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في ايه؟ صغير شوية بس كده. A B C D is a trapezium كبير. A B C D is a trapezium. A A B C D is a trapezium. ان هو اتش اي دي باريل بي سي. جميل، اي دي اه بي سي، حلو جدا. اتس دياجونال انترسكت ات ام، تو دياجونال انترسكت ات ام. اي ميد بوينت، الاي ده ميد بوينت الام اي ام بي، واف ميد بوينت الام سي ريسبكتيفلي. بروف ذات A F A E F D is parallelogram. ده كلام جميل جدا. المسألة دي أنا ممكن أثبتها بأكتر من طريقة. المسألة دي أنا ممكن أثبتها بأكتر من طريقة. هنشوف الطريقة الأولى ليه كده. هقول له إيه؟ Since in triangle X M C B ان تريانجل ام سي بي، ان تريانجل ام سي بي ام سي بي، ايوه، اف ميد بوينت اوف ام سي، بين سيجمنت ام سي، اي از ميد بوينت لين سيجمنت ام بي، هستنتج من كده ايه؟ therefore اف اي بارل سي بي اند اف اي از ايكوال هاف سي بي. كل ده مش مهم، therefore ده بقى اللي مهم. فيكتور اف اي ايكوال هاف فيكتور سي بي. تعالى بقى نشوف هو كان بيقول لي ايه في الاول خالص. بيقول لي اي بي سي دي ترابيزيوم وير اي دي هاف بي سي. هقول له ايه؟ سينس، نكتبها في الجنب اهو عشان ايه ما نبعدش عن الرسمه. سينس دي اي هاف سي بي and parallel and DA parallel CB، يبقى therefore vector DA is equal half vector CB. سمي دي 1 سمي دي 2. من 1 و 2 هستنتج من كده ايه يا شباب؟
إن فيكتور دي إيه إيكوال فيكتور إف إي إيكوال مش بريل بس إيكوال فيكتور إف إي. يبقى therefore A E F D is parallelogram. نشوف السؤال اللي بعده. أسئلة سهلة وبسيطة بس خلي بالكم احنا لسه هنخش في الجد كمان شوية. السؤال بيقول ايه؟ ABC is a triangle in which D may point of AB, E may point of AC. Prove that. ماشي. نرسم. بقول لي ABC triangle اهو. ABC ABC triangle. D may point of AB. E may point of AC. Prove that DE parallel BC and DE equal half BC. الله طب ما هي سهلة يعني ما يعني ده من بوينت وده بس هنثبتها بالفيكتور. تعالى نثبتها بالفيكتور. تعالى يا سيدي نثبتها بالفيكتور. هقول له سينس دي از من بوينت اوف اي بي يبقى دي اي هاف دي اي دي اي دي اي سوري طيب بصوا بقى معايا اثباتها هيكون كالاتي. هنقول له سينس دي از ميد بوينت اوف اي بي يبقى therefore vector AD of vector AB. so عشان ما نقعدش نرغي كتير vector AE هيبقى of vector AC. تمام كده؟ طيب in triangle ADE in triangle ADE in triangle ADE بصوا يا جماعه فيكتور EA بلس فيكتور AD هيساوي ايه؟ فيكتور EA بلس فيكتور AD هيساوي فيكتور ED سمي لي 1 ماشي الكلام؟ طيب فيكتور EA مش هاف الفيكتور سي اي مش فيكتور اي دي هو هاف الفيكتور اي بي تمام. اذا ناخد دي بتساوي الاي دي ماشي كده. طيب هناخد هاف كومن فاكتور ناخد الهاف ايه كومن فاكتور هنا سي اي سي اي فيكتور سي اي بلس فيكتور اي بي از ايكوال اي دي. طب الاثنين دول عباره عن ايه؟ سي اي بلس اي دي عباره عن فيكتور سي بي. دول عباره عن فيكتور سي بي بهاف فيكتور سي بي از ايكوال فيكتور اي دي. كده احنا ثبتنا يا شباب ان الفيكتور اي دي اهو فيكتور اي دي ده هاف فيكتور سي بي. لما شلت الهاف سي اي بلس اي بي طلعت بي سي بي او هاف سي بي ثبت المطلوب. بقول لكم مسائل سهله جدا عايزه بس ايه تركيز هتلاقي نفسكم بتحلوا سهل قوي. المسألة اللي بعدها
بقول لي A B C D is a quadrilateral where A equal 1 و negative 2 B equal 9 و 0 C equal ما علينا. بعد كده بقول لي prove that vectors that the figure A B C D is a rectangle then find the perimeter of its area. جميل جدا. هو بيقول لي اثبت ان هما ريكتانجل. طيب هو بيقول لي اي بي سي دي، معلش انا هرسم رسمه كروكي كده يا جماعه، انا هرسم رسمه كروكي. ليه يا مستر ترسم رسمه كروكي؟ هقول لكم حالا. ارسم رسمه كده تقريبيه. هو بيقول لي اثبت ان هو ريكتانجل، هعتبر ان هو ريكتانجل برضو. ارسم اي بي سي دي البوينت A1 و نيجاتيف 2 1 و نيجاتيف 2 البوينت B9 و 0 البوينت C8 و 4 البوينت D البوينت D 0 و 2. هجيب الفيكتور AB فيكتور AB يعني B minus A يعني B minus A 9 minus 1 8 0 minus minus 2 تبقى 2. هجيب الفيكتور، انا قلت AB يبقى هجيب DC فيكتور DC يعني C minus D 8 minus 0 8 4 minus 2 2 يبقى كده فيكتور AB. لا نعملها هنا اهو بمختلف عشان ايه نختصر. فيكتور اي بي ايكوال فيكتور دي سي سميه دي 1. معنى الاثنين فيكتور دول ايكوال يبقى الفيجر اللي قدامي ده باريلوجرام يا جماعه. تمام هرجع اجيب له فيكتور اي سي. فيكتور اي سي لا مش هينفع. ينفع ما ينفعش ليه؟ فبيجيب الفيكتور اي سي بس نجيبه بلون مختلف. فيكتور AC is equal C minus A 8 minus 1 8 minus 1 7 و 4 minus minus 2 تبقى 4 plus 2 6. هجيب الفيكتور DB فيكتور DB فيكتور DB 9 minus 0 9 و 0 minus 2 negative 2. جميل جدا. تعال نجيب النورم بتاع الفيكتور AC. عبارة عن سكوير روت 7 بار 2 بلس 6 بار 2. نعملها بالآلة سكوير روت 7 بار 2 بلس 6 بار 2 تطلع بروت 80 روت 85. تعالوا نجيب النورم دي بي. النورم دي بي عبارة عن سكوير روت 9 بار 2 بلس نيجاتيف 2 بار 2 هيطلع عند الناتج روت 85. جميل. هسمي دي كمان يا جماعة، لا مش هكتبها هنا، مش هسميها هنا بقى، استنتجها لسه بخطوة جديدة. هقول له الآتي يبقى النورم فيكتور اي سي بيساوي النورم فيكتور دي سي دي 2 from 1 and 2. كده استنتجت ان الفيكتور AB بارل للفيكتور DC اللي معناه الاثنين لاين دول بارل اند ايكوال. الفيجر ده عباره عن ايه؟ الفيجر ده باريلوجرام. وثبتت ان الاثنين دايجونال ايكوال اللينس. الفيكتور مش ايكوال الفيكتور، لكن النورم الفيكتور ايكوال النورم الفيكتور. يعني الفيكتور AC النورم بتاع الاي سي والنورم بتاع البي سي تو دايجونالز يعني ار ايكوال اللينس. يبقى الفيجر ده كده ايه؟ ريكتانجل. كان ممكن نجيبها عن طريق النسبه ان الانجل بي دي رايت والاثنين صح طبعا. يبقى A B C D is rectangle. جميل. ده الطلب الأولاني. الطلب الثاني عايز الأريا بتاعته. فأنا هجيب النورم بتاع الـ AB وهجيب النورم بتاع الـ DC. ليه هنجيب النورم بتاعهم؟ عشان أجيب النورم بتاع الـ AB والنورم بتاع الـ BC. أجيب نورم الـ AB ده عشان أجيب الطول ده يعني. وأجيب النورم بتاع الـ BC يعني أجيب الطول ده يعني.
تعال نجيب نورمة ال AB. نورم AB عبارة عن روت، هي عندي 8 باور 2 بلس 2 باور 2، نعملها بالآلة روت 8 باور 2 بلس 2 باور 2، طلعت ناتج 2 روت 17، 2 روت 17. تعال نجيب له نورم ال BC. نورم ال BC هيبقى عبارة عن الآتي، سكوير روت طبعا 8 ماينس 9 بنيتيف 1 باور 2 بلس 4 ماينس 0 4 باور 2، يطلع ناتج روت 17. حلو جدا. يبقى اذا الطول ده ب 2 روت 17، الاي بي ب 2 روت 17 والتاني بروت 17، يبقى الاريا بتساوي لينس تايمز ويدز. لينس تايمز ويدز يعني 2 روت 17 تايمز روت 17 از ايكوال 34 سكوير يونت. خلي بالكم من الحته دي، سكوير يونت، عشان ما جبتش لينس، انا جبت ايه، أنا يعني هو ما قاليش ان ده بالسنتيمتر ولا بالمتر ولا باي حاجه، فبقول سكوير يونت، وحده مساحات او وحده مربعه. السؤال اللي بعده، نقرا السؤال كده بالراحة بس اكبرها شوية. In the opposite figure, if AB is a triangle, if A equals 7 cm, if B equals 5 root 2, measure angle AFB equals 135 degree. Find by using vectors length of AB. جميل. معايا يا شباب، انا عايز length of AB. طبعا length AB هو عبارة عن vector AF، هو عاوز length. ال vector AB عبارة عن vector AF plus ال vector FB. انا هعمل حركة جميلة قوي، مسألة حل بكتر برضو من طريقة. انا همسك الشكل دوت احطه على كوردينيت بلين، يعني اعتبر الاف دي اوريجين بوينت، امدي ده كده اهو، امدي ده كده، امدي ده كده. عندي فيكتور اسمه AF وعندي فيكتور تاني اسمه FB. الفيكتور AF الفيكتور AF مش هيبقى AF بقى، ال F دي تعتبر هي الأوريجين بوينت بالنسبة لي، هيبقى الفيكتور اسمه FA. لو أنا حبيت أكتب الفيكتور ده يا شباب ك أوردر دبير، لأ كبولر فيكتور، هيبقى عبارة عن 7 اللي هو النورم والأنجل بتاعته 0. ال FA ده عامل مع ال X أكسس، ما هو ده بالنسبة لي X أكسس، انجل مقدارها 0، يبقى الفيكتور اف اي عباره عن 7 و 0. طب الفيكتور الثاني اللي هو هيبقى اسمه اف بي، عباره عن 5 روت 2 والانجل بتاعتي 135، ما مش هكتبها بالراديان، هكتبها زي ما هي كده بالدجري. ما تيجي نمسك الاثنين فيكتور دول نحولهم الى اوردر دي بيرز. ازاي يا مستر؟ سهله جدا، حضرتك همسح ده كده اهو واقول له الاكس اكسس بتاعتي هنا عباره عن ايه؟ 7 كوزين 0، وبالاله 7 كوزين 0، كوزين 0 ب 1 يبقى ناتج 7. جيب الواي هتبقى عباره عن 7 ساين 0، دي ب 0 يبقى هنا 0، يبقى الفيكتور اف اي بيساوي 7 و 0. تعال نجيب الفيكتور اف بي، هيبقى 5 روت 2 كوزين 135، ده يا جماعه بيطلع بنيجاتيف 5، انا سوري انا كده بجيب الاكس. تعال نجيب الواي،
هيبقى 5 روت 2 ساين 135 هتطلع ب 5. يبقى اذا الفيكتور ده كمان بالمره كده اهو هيبقى عباره عن ايه؟ الفيكتور اف بي هيساوي 5 185. انا عايزك مع الاثنين فيكتور دول الفيكتور اي اف بلس الفيكتور اف بي اف اي سوري فيكتور اف اي فيكتور اف اي بلس الفيكتور اف بي ده هيساوي ايه يا جماعه؟ فيكتور اف اي بلس الفيكتور اف بي. لا نبص كده على الرسمه اف اي بلس اف بي. لا انا عايز اي اف بلس اف بي. طيب ما تيجوا نشقلبها نشقلب ده فيكتور اي اف يبقى هقول هنا فيكتور اي اف كل اللي هيحصل حد اشاره نيجاتيف بس هنا يبقى اجي اجمع بقى اقول ايه يبقى فيكتور اي اف فيكتور اي اف بلس فيكتور اف بي ايكوال نيجاتيف 7 و0 بلس 5 ونيجاتيف 5 نجمع يطلع عندي الناتج هنا نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5. هو كان عاوز اللينس عاوز الطول. خلي بالكم الفيكتور اللي انا جبته دوت اي اف بلس اف بي هو عباره عن الفيكتور اي بي. نرجع لرسمتي فيكتور اي اف فيكتور اي اف بلس فيكتور اف بي تديني فيكتور اي بي. يبقى انا كده جبت الفيكتور اي بي اجيب النورم بتاعه يبقى انا كده جبت اللينس. يبقى النورم بتاع الفيكتور اف اي بي اللي هو اللينس اللي انا عايزه عباره عن سكوير روت نيجاتيف 2 باور 2 بلس نيجاتيف 5 باور 2. نعملها بالآلة طلع الناتج عندي يا جماعة بكام؟ ممكن بس نراجع حاجة كده لو يكون في حاجة عندنا غلط. احنا بنقول فيكتور اي بي انا بجمع صح؟ بجمع فيكتور اي اف فيكتور اي اف بلس فيكتور اف بي اي اف انا بدلت يبقى نيجاتيف 7 و 0 بلس فيكتور اف بي فيكتور اف بي نيجاتيف 5. انا عكست هنا سوري معلش دي نيجاتيف دي اللي بوزيتيف. يبقى دي نيجاتيف ودي بوزيتيف. هنا لما باجي اجمع نيجاتيف 7 بلس نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 12 وهنا دي 5. يبقى كده الفيكتور بتاعي ما كانش مظبوط. نجيبه كاني بسرعه كده ده 12 بار 2 وهنا دي 5 بوزيتيف 5 يطلع كده الناتج 13. الطول هيبقى ب 13 يا جماعه ام سو سوري الناتج هيبقى 13 مش الرقم اللي انا كنت هطلعه. نشوف السؤال اللي بعده يلا ما بعد كده السؤال بكرر تاني ده ابلكيشن على الفيكتور بيقول لي اف اف 1 ايكوال كذا اف 2 كذا اف 3 كذا اكتس اون ا بارتيكل فايند ذا ماجنيتيود اند دايركشن اوف ريزلتنت اوف ذيس فورس جيفن ذات فورس ار ميجرد ان نيوتن. عايز الماجنيتيود والدايركشن ماجنيتيود اند دايركشن. اوكي الريزلتنت يا جماعه اللي هو مجموع الثري فورسز الريزلتنت هيبقى عباره عن اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 يعني 2 نيجاتيف 3 بحولها الاوردر دبير يا جماعه من فاندمنتال فيكتور لاوردر دبير. هنا 4 و 7 بلس 3 و 8 نجمع 2 بلس 4 6 بلس 3 9. طيب نيجاتيف 3
بلس 7 ب 4، 4 بلس 8 12، ده اللي هو الفيكتور ريزلتنت. عايز اجيب الماجنتيود بتاعه، هي عباره عن سكوير روت 9 باور 2 بلس 12 باور 2، برضه نعملها بالآلة، سكوير روت 9 باور 2 بلس 12 باور 2 يكوال 15، يبقى الماجنتيود بتاعي 15 نيوتن. ده الريزلتنت. عايز اجيب يا سادة يا كرام الايه، الانجل، الدايركشن، قال لي دي سهلة، اللي هي سيتا، هقول له تان سيتا ايكوال واي على اكس 12 اوفر 9. خلي بال سعادتك، الاكس بوزيتيف والواي بوزيتيف، يبقى انا في فيرست كوادرانت. حاجه على الاله على طول، اعمل شيفت تان، شيفت تان فراكشن 12 اوفر 9 از ايكوال، وبعدين ديجري، يطلع عندي ميجر انجل سيتا بتساوي يا جماعه 53 ديجري 7 مينت 48 سكند، ده الدايركشن وده الماجنتيود. جميل جدا. شوف السؤال اللي بعده برضو. السؤال بيقول يا جماعة ايه؟ if two forces if one 4i minus 6j if two بيساوي 6i plus 8j act on a particle where this force are measured in kilogram weight. Find the norm and direction. عايز النورم والدايركشن of resultant of these forces. يعني تكرار نفس السؤال اللي فات، مفيش مانع برضه، مش مشكلة عادي، نجيب القيمة بتاعته. r equal vector r equal 4 y negative 6 بلس اف 2 اللي هي 6 و 8. الادنج الاولانيه تبقى 10 والثانيه تبقى 2. تعال نجيب بقى النورم، هيبقى فيكتور النورم، نورم الفيكتور بتاع الريزلتنت، النورم الريزلتنت يعني سكوير روت 10 باور 2 بلس 2 باور 2، يطلع عندي الناتج هو الرقم طلع قليل ليه كده؟ مظبوط. نقرا من الاول تاني. if two forces if one 4i minus 6j تانية 6 plus 10j يبقى acting on a particle where these forces are in kilogram weight, find the norm and direction of resultant in kilogram weight برضو. طيب عادي، نشوف المسألة ديت توصلني لإيه. نيجي على الآلة ونعمل انا اعتقد المسألة دي فيها غلطة عشان الناتج يطلع بنفس القيمة دي، دي نيجاتيف، تخيلوها نيجاتيف وبصلحها في المعاصر هتلاقوها اكيد اكيد هتطلع بقى نيجاتيف، تبقى دي برضو نيجاتيف، نيجاتيف 2 بار 2 بلس 2 بار 2، الناتج يطلع بتور 2، لكن لما تبقى 6 زي ما هي لا، الناتج هيبقى غلط خالص، يعني دي تبقى نيجاتيف برضو. طب تعالى نجيب بقى الايه، التان سيتا is equal y over x يعني 2 over negative 2 يبقى negative 1. ماشي، طبعا عملت shift tan negative 1 shift tan negative 1 على الآلة طلع negative 45. لا احنا بنكسر الإشارة negative دي خالص، بنعمل كده اهو، ال x negative وال y positive، انا في الفيرست في السكند كوادرانت، بلغي الإشارة، اعمل shift tan، تيجي طالعة السيتا بتساوي 45. انا عايز الانجل في سكند كوادرنت تبقى 180 ماينس 45، اظن الكلام ده احنا قلناه كتير قوي قوي، ماينس 45 از ايكوال 135، يبقى الماجنتيود تور 2 والانجل 135. كويس احنا قلناها، قلتها لكم عشان خاطر في ناس بيبقوا مش مصدقين الناتج، يعني الناتج ازاي في حاجه غلط تبقى مكعبلاهم كده وملخبطاهم، هو بس ايه، في إشارة مش موجودة عندنا هنا في المسألة الأصلية. تعالوا بينا نشوف السؤال ده بقى، وأعتقد إن إحنا كده نقلنا على مرحلة تانية من الأسئلة، مرحلة مهمة جدا كمان.
السؤال ده بيقول ايه بقى يا شباب؟ لا لسه سهل في نفس السؤال، بس ده اخر سؤال عندي تقريبا. Write in terms of unit vector. Write in terms of unit vectors. اكتب لي ايه بقى؟ U the resultant of force shown in each of the following. انا عايزك تكتب لي الناتج بتاع كل واحدة من دول. نبص على اول رسمة. اول رسمة عندي ايه؟ عندي جسم، اللي هي الكرة دي كده بالنسبة لي جسم، ماشي. بيأثر عليه تو فورسز، فورس في جهة اليمين مقدارها 20 نيوتن، فورس في اتجاه الشمال مقدارها 12 نيوتن. أنا عايز أجيب الريزلتنت، هقوم أقول له الريزلتنت بيساوي الكبيرة ناقص الصغيرة، بس خلي بالك إن اتجاه الحركة عندي هو اتجاه كبير أهو، ده الاتجاه اللي هعتبره بوزيتيف. يبقى أنا هقول 20 ماينس 12 is equal كام يا جماعة؟ is equal 20 ماينس 12 is equal 8 فيكتور يو، وبوزيتيف عادي. تعالوا نشوف التانية. التانية اللي هي دي اتجاه الحركة أهو، والاتنين في نفس الاتجاه، يبقى أنا هقول له resultant بيساوي 25 بلس 20 يبقى يزيك 45 فيكتور يو في اتجاه الحركة. تعال نشوف التالتة والأخيرة اتجاه الحركة الأسفل، ماشي. يبقى أنا هقول له ريزلت أنت بتساوي 30، دي هتبقى بوزيتيف ماينس 80، لأن ال 80 دي في عكس اتجاه الحركة، يبقى ناتج نيجاتيف 50 فيكتور يو. نيجاتيف 50 فيكتور يو، خلي بالكم الحاجات دي كويس قوي. اتجاه الحركه باخد البوزيتيف، عكس اتجاه الحركه بعكس الاشاره بنيجاتيف، وانا بجيب الريزلتنت بتاع الاثنين فورسز دول. اللي جاي بقى هو اللي ايه؟ حته كده خدتوها انتم في الفيزيكس، والسنه الجايه ان شاء الله باذن الله تدرسوها بالتفصيل الممل في الابلكيشن عندنا في الماس، اللي هو ريليتيف فيلوسيتي. ايه الحكاية؟ انا مش هخش في الريليتيف فيلوسيتي اخر مسألة، وبعد كده اخش في الريليتيف فيلوسيتي. بقول لي ذا فورس اف 1 كذا، اف 2 كذا، اف 3 كذا اكس اون ا بارتيكل، فايند ذا فاليو اوف اي اند بي اف ذا ريزلتنت فورس از ا فولو كالاتي. يعني هو بيقول لي انا عايز قيمة الاي والبي لو كان الريزلتنت يعني ده بلس ده بلس ده بيساوي ده. جميل جدا. يبقى انا هقول له اف 1 بلس اف 1 فيكتور اف 1 بلس فيكتور اف 2 بلس فيكتور اف 3 از ايكوال فيكتور اف. اف 1 اللي هي 2 و 3، اف 2 اللي هي اي 1، اف 3 اللي هي 5 و بي، بتساوي 5 ونيجاتيف 2. 2 بلس 5 7 بلس A، يبقى هنا 7 بلس A، and 3 بلس 1 4 بلس B، الكلام ده يكوال 5 ونيجاتيف 2. على جنب كده نكمل، يبقى اذا 7 بلس A يكوال نيجاتيف يكوال 5، و 4 بلس بي ايكوال نيجاتيف 2. حل ال 7 الناحيه الثانيه تبقى الاي ايكوال 5 ماينس 7 تبقى الاي ايكوال نيجاتيف 2. دي اول حاجه. حل ال 4 الناحيه الثانيه تبقى بي ايكوال نيجاتيف 2 ماينس 4 تبقى بي ايكوال نيجاتيف 6. جبنا الاي والبي في الحاله الاولانيه. الحاله الثانيه بيقول لي اذا كان الريزلتنت بيساوي 0، اسمحوا لي امسح الكلام ده كله عشان خاطر اشرح في نفس المكان، عشان خاطر ايه ما فيش حاجه تبقى رايحه من قدام عينينا. اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3 ايكوال 0 فيكتور، يعني 2 و 3 بلس اي 1
بلس 5 وبي مالهم بقى؟ is equal 0 فيكتور يعني 0 0. يعني 2 بلس 5 اللي هي 7 بلس A equal 0 و 3 بلس 1 بلس 4 يعني 4 بلس B equal 0. يبقى هنا A equal negative 7 وهنا B equal negative 4. تعالوا بينا نشوف المسألة اللي بعدها اللي احنا قلنا عليهم بقى ايه relative velocity. A cyclist bicicletta moves in horizontal straight road بتحرك في خط او طريق مستقيم with velocity بسرعة 14 كيلومتر بر اور. يبقى السيارة او البسكليتة دي بتحرك ب velocity of cyclist بتحرك بسرعة بمقدارها 14 كيلومتر بر اور. if he meet another cyclist قابلت يعني اتقابلت سيارة تانية مش لحقت ولا حاجة يبقى هي ماشية في عكس اتجاهها. يبقى ال velocity للبايسكل التانية move with velocity 20 كيلومتر بير اور. بعد اذنكم هي ماشيه في عكس اتجاه يبقى نيجاتيف. In the opposite direction هو قال حتى كمان find velocity b respect a. يا شباب ركزوا معايا ضرول relative velocity velocity b respect a. انا بادئ بايه؟ بالبي. يبقى هتساوي velocity b minus velocity A. ده قانون ثابت نمسح velocity X respect to Y is equal velocity X minus velocity Y vector vector vector. وبعدين لما أعوض أخد بالي من الإشارات ده قانون ثابت minus القانون minus وبدأ بالX يبقى هنا الX وهنا الواي. نكمل. انت عاوز ايه بقى؟ انا عاوز velocity b respect a. طب cyclist a الاولانيه كان مسميه ايه؟ معلش نمسح دي كده اهو ونقل velocity a. هو بقى عاوز ايه؟ هو عاوز velocity b respect a. طيب انا هكتب له الرول هيبقى velocity b minus velocity A. velocity B بتساوي ايه يا جماعة؟ negative 20 minus velocity A 14. نجمع بإشارتهم تبقى negative 34. velocity B respect A بس negative 34 negative 34 تمام؟ كيلومتر بير اور. الإشارة هنا لا تعني شيء بالنسبة لي بس أنا بكتب القاعدة بتاعتي صح. النيجاتيف 34 تبقى عبارة عن 34 كفيلستي كيلومتر بير اور. أنا هنا لما أجي أوضح إيه معناها الإشارة ديت معناها إن سرعة العربية أو البسكليتة بي بالنسبة للبسكليتة إيه الإشارة دي معناها بتقرب عليها بتقرب عليها بس. طيب نشوف السؤال اللي بعده والسنة الجاية طبعا تفهموا الكلام ده بالتفصيل الممل قوي في الابليكيشن ان شاء الله باذن الله. نمسح بس الكلام ده الاول. اخر مسألة عندي. اقر for watching the velocity on the desert road carry Alex moves with velocity 30 كيلومتر بر اور. عربية ماشية في طريق صحراوي اسكندرية مصر اسكندرية صحراوي بسرعة مقدارها 30 كيلومتر بير اور يعني سحلفة مش عربية دي. This car watch truck العربية ديت قابلت شافت لوري coming in the opposite direction جاي في عكس اتجاهها. It seems that بدت له the truck
التروك بدلها يعني moves with velocity 110 كيلومتر بير اور، بدا ان اللوري ده بيتحرك بالنسبه لي السياره دي بسرعه مقدارها 110 كيلومتر بير اور. What's the actual velocity of the truck؟ هي سرعه التروك الفعليه السياره ده اللي فكرتها مسالتي الاول من الشغل بتاع تاني ثانوي. ما علينا، velocity car بكام يا جماعه؟ ب 30 كيلومتر بير اور. velocity truck respect الكار، هي كده velocity truck بالنسبة للكار 110، ماشي الحال. ده دايما بيبقى بوزيتيف، ده دايما بيبقى بوزيتيف، التاني هيبقى عكسه، يعني اللي هي velocity a respect b t respect a دي بخليها دايما بوزيتيف، هما الاتنين جايين عكس بعض يبقى دي هتديها اشارة نيجاتيف. اكتب الرول velocity t respect C is equal velocity T minus velocity C، حط كل حاجة في مكانها بإشارتها. velocity T respect C 110، velocity T معرفهاش minus 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 تبقى plus 30، هنقل ال 30 دي الناحية التانية يبقى ال velocity T respect velocity T بس تساوي 110 minus 30 is equal 80 كيلومتر بير اور، دي سرعة اللوري الحقيقية. كده احنا خلصنا حصتنا، ان شاء الله بإذن الله نتقابل بعد بكرة ان شاء الله مباشرة، حصة جديدة في الجيومتري برضو على الديفايدنج. اشوفكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.